الثاني في الدرس ديالنا اللي هو mise en évidence des constituants des aliments، كيفية الكشف عن مكونات الأغذية. نبدأ أولا بكيفية الكشف عن السكريات، وتنقسم قلنا السكريات إلى سكريات بسيطة وسكريات معقدة. نبدأ بالجلوسيد سامبل ولا السكريات البسيطة، حل قلنا الفريكتوز، وذكرنا كذلك الجلوكوز والجالاكتوز. وقلت لكم هذا العام نتوما غتركزوا غير على الجلوكوز، دونك اجيو نشوفوا كيفاش غادي نكشفوا على الجلوكوز. دونك من اجل الكشف عن السكر البسيط ولا الجلوكوز، كنحتاجوا واحد المحلول اللي سميتو المحلول ديال فيلينغ او لو ليكور دو فيلينغ. اول حاجه خاصني نحضر الرشاحه ديال الماده الغذائيه. قلت لكم في البدايه ديال لا فيديو كيفاش كنحضروا الرشاحه، اللي باقي ما شافش لا بارتي الاولى ديال الدرس يمشي يشوف لا بارتي الفيديو اللي قبل، شوف لا بارتي الاولى باش يقدر يتبع معايا ويفهم مزيان، لانه الا ما شفتيش لا فيديو الاول ما تفهمش هاد لا بارتي هادي. دونك كناخذوا الرشاحه ديال سواء الحليب ولا قطعه الخبز، كنضيفوا ليها قطرات من محلول فيلينغ، وكنعرضوها للتسخين مع التحريك جيدا. بعد بضعه دقائق نلاحظ تلون اللي هو احمر اجوري ولا كولوراسيون روج بريك، واللون الاصلي ديال ليكور دو فيلينغ اللي هو البلو ولا الازرق. دونك بعد اضافه محلول فيلينغ ولا ليكور دو فيلينغ نلاحظ مع التسخين طبعا مع التحريك نلاحظ تكون لون احمر اجوري، ولا بالفرنسية كنقولوا كولوراسيون روج بريك. دونك وبالتالي كنقولوا كشفنا عن الجليكوز او السكر البسيط، ولا وبالتالي فالمكون الغذائي يحتوي على الجليكوز. للكشف على لاميدون ولا النشا، من اجل الكشف عن النشا كناخذوا قطعه خبز كنوضعوا فوق منها قطرات من ماء يودي او لو دو يودي، اللون ديالو اصفر. بعد بضعه دقائق نلاحظ تكون تلون اللي هو ازرق بنفسجي يميل الى الاسود، اون كولوراسيون كي بلو فيولاسي، ونقول بالتالي ان قطعه الخبز. اذا من اجل الكشف عن املاح الكلورور ولا املاح الكلورور، شرحت لكم كيفاش كنحصلوا على رشاحه. كناخذوا قطعه من الخبز كنرشحوها، يعني كنغمروها في ماء مقطر حتى الحصول على رشاحه ديال الخبز. بعد ذلك نضع قطرات من نترات الفضه او لنيتخات دارجون. بعد بضعه دقائق نلاحظ تكون رصيب ابيض يسود تحت تأثير الضوء، وبالتالي نقول أن الخبز أو المكون الغذائي يحتوي على أملاح الكلورور. بالنسبة للكشف عن أملاح الكالسيوم نقوم بنفس الطريقة، نقوم بوضع قطرات من أوكسالات دامونيوم أوكسالات الأمونيوم في رشاحة الحليب ولا رشاحة ديال الخبز. بعد بضعة دقائق نلاحظ تكون رصيب لا يسود تحت تأثير الضوء، بالفرنسية كنقولوا لانتربريتاسيون اللي كنحصلوا عليها اللي هي البريسيبيتاسيون بالنسبة للكلورور، ليسي دو كلورور بريسيبيتاسيون بلون كي نوارسي على لوميير، وبالنسبة ليسي دو كالسيوم بريسيبيتاسيون بلون. دونك وبالتالي نكون قد كشفنا عن املاح الكلورور واملاح. من اجل الكشف عن البروتينات فكنستعملوا الكاشف ديال لاسيد نيتريك ولا حمض النيتريك، كنعرضوا الكل للتسخين. بعد ذلك نلاحظ تلون اصفر، هذا التلون الاصفر يدل على تواجد البروتينات في المكون الغذائي. بالنسبه لليبيد، كيفيه الكشف عن الدهنيات ولا الليبيد، كناخذوا ورقه بيضاء وكناخذوا مكون غذائي يحتوي على الدهنيات، كنحك المكون الغذائي فوق الورقه البيضاء، ثم نلاحظ تكون بقعه، هذه البقعه لا تختفي ابدا ونهائيا، وبالتالي نكون قد كشفنا عن ليليبيد ولا الدهنيات، ان هذا المكون الغذائي يحتوي على الدهنيات او ليليبيد.